هو لمسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الحديث. ومن ثم نعلم أن الله عز وجل قد اتخذ خليلين، هما إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، مع أنه أسبق الخلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأفضل من جميع الرسل. وفي هذا إثبات صفة الخلة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. وفيه رد على الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وفي هذا رد عليهم، وذلك لأن الخلة أعظم درجات المحبة.